أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقوائن وجمع الطوق فالمعلل. نعم، شنو الحديث المعلل أو الحديث المعل؟ العلة هي سبب خفي، سبب خفي يطعن في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منه، فهو سبب خفي لا يطلع عليه إلا الكبار من العلماء، وأيضا ما يطلع إلا بعد بحث وتدبر وجمع طرق الحديث. لا يمكن أن تعرف العلة إلا بجمع طرق الحديث ثم تعرف منه اللي أخطأ. سوى مثل مشجرة، الراوي أبو هريرة، الرواة عنه فلان وفلان وفلان وفلان، الرواة عن فلان 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 فلان، الرواة عن فلان 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 فلان، سوى مشجرة هكذا، وبعدين تجيب كل واحد تكتب روايته مقابلة، ثم تشوف وين الزيادة، وين عند فلان. فلا تعرف العلة حتى تجمع طرق الحديث، فإذا جمعت طرق الحديث تبينت لك العلة، إن كانت هناك علة، وإلا أكثر الحديث ما فيها علة، العلة الحديث قليلة جدا، الحديث المعلة حديث قليلة جدا. وأفضل من ألف في العلل الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العلل. نعم.